رح نتابع سوا لليوم عالم الصباح، وانضمت لنا غيدة عندها اخبار كثير منا كلها حلوه لانه فيها وداع، واكيد بما يختص بمواضيعنا السينمائيه. صباح الخير. صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل المشاهدين. صباح الخير شيف. اليوم بتعرفي هيك الحلقة الوداع يعني منه حلو، عزيزة ومؤسفة ومؤلمة. يعني كنت أعملها هديك الأسبوع، أنا ما للأسف مريضة بقى ما قدرت أكون على الهواء. حبيت أعمل مثل ريكاب، ودايما لما مودع سنة بحب ودع مع الأشخاص اللي رحلوا بهالسنة، مع ذهاب ورحيل إذا فينا نقول سنة 2013. في كتير أشخاص من العالم السينمائي رحلوا، أيضا من العالم الفني كمان كتير أشخاص يعني ذكرتهم بخلال العام الماضي، وفي اشخاص حبيت اليوم ارجع اعمل لهم مثل ريكاب كامل لحتى نرجع نقول انه تركوا وقع مهم جدا بحياتنا. وفعلا الاشخاص اللي بيتركوا اثار سينمائيه مهمه بتتخلد بالتاريخ، وحتى في اشخاص زعماء يعني كمان انعملت عنهم افلام رحلوا العام الماضي وكمان تأرخت حياتهم زياده سينمائيا. رح ابدا مع شخص كثير مهم واللي هو يعتبر من اهم الممثلين بهوليوود، اللي هو بيتر اوتول. كمان ذكرته العام الماضي، بيتر اوتول اللي اشتغل لسنوات طويله، انما يمكن كثير علم باذهان المشاهدين واذهان الجمهور بفيلم لورنس اوف اريبيا. فيلم لورنس اوف اريبيا اللي انعمل بسنه 62 مع المخرج ديفيد لين ومع الممثل العربي العالمي عمر الشريف، اللي اطلقه وقتها الى النجوميه والى العالميه ايضا. لورنس اوف اريبيا هالفيلم اللي فعلا هيك ترك لنا هيك اثار كثير مهمه بحياتنا، لانه حكي عن هالقائد اللي ترك هيك اذا فينا نقول واقع مهم جدا. بيتر اوتول اللي كان معروف بعيون عيونه الزرق وبعيونه الحدي، كان يكتب كمان بايده الشمال مثلي. الفيلم ترشح لعدد كثير كبير من الجوائز، وبيتر اوتول ترشح لعدد من الجوائز بخلال حياته اللي امتدت لسنوات طويله. هو توفى بعمر ال 81 سنه بعد ما عانى اكيد لفتره طويله من المرض، وكان اخذ جوائز عديده ايضا من الاوسكار نومينيشنز وايضا من الاوسكارز بخلال حياته، منها جائزه فخريه بسنه 2007 تقدمت له لا بيتر اوتول ولا رحيله. فاذا تاريخ عظيم تركه بيتر اوتول مع رحيله بسنه 2013، وحبيت اليوم ارجع اذكره بخلال حلقه سينما. رح نتابع مع ممثل صغير، انما دائما بنقول انه في كثير اشخاص هيك بيرحلوا اوقات ما خص الوقت. ايه صحيح، خص الوقع يعني على غفله اللي عطيونا اياه. مظبوط، يعني مثل ما رحلت ناتالي وود بعمر صغير وتركت اثر كثير كبير، مثل ما رحل جيمس دين وترك اثر كثير كبير، مثل ما ملك الروك الفيس بريسلي ترك بعمر صغير كمان، مايكل جاكسون ملك البوب كمان رحل بعمر صغير ترك اثر كثير كبير. بخيلك بقى ما حدا يعمل ملك، ما بدنا ملوك كله عم يرحل. بتعرفي عن جد واحد اوقات بيقول انه عن جد العمر مش فتره يعني زمنيه، انما تقاس بعدد الاعمال وبعدد الامب او بعدد اذا فينا نقول الاثار السينمائيه اللي تركت كمان وعلمت بحياه الجمهور. بول ووكر هو هالشخص كمان اللي انعرف بافلام السرعه وافلام سرعه السيارات، ورحل بحد السياره سريع جدا، مع انه ما هو كان عم بيسوق، كان صديقه عم بيسوق، والمؤسف انه كان رايح على حفل خيري وكانت بنته ناطرته لحتى يرجع كمان من الحفل. بقى هذا كثير فعلا هيك اثر كثير فينا. رحيل بول ووكر كان من بعد ما صور سابع جزء من فاست اند فيوريوس، ومن بعد ما لمع بهالسلسله من الافلام بول ووكر، اذا فينا نقول كل الاشخاص المراهقين والاشخاص حتى الاكبر اللي بحبوا هالانواع من الافلام كثير هيك زعلوا عليه. هون عم نشوفه مع فين ديزل بهالشخصيه اللي كثير تعودوا عليها كمان بخلال هالفيلم. وايضا بدي اقول انه كان صدف رحيله مع اطلاق فيلم اورز ايضا بصالات السينما الامريكيه وايضا اللبنانيه، وتاخروا شوي حتى اخروه شوي بلبنان لما رحل، لانه حسوا انه هيك يمكن ضيعته مثل فتره مورنينج او فتره حداد لبول ووكر. بقى المؤسف انه صور الاخر جزء من فاست اند فيوريوس بس ما حدا يكون موجود لحتى يقدر يحضره، وراح يتابعه بالشخصيه، ما راح يلغوه من الفيلم، انما اكيد راح يضلهم يعملوا سيناريو حتى يضل موجود داخل الفيلم وداخل الجزء الجديد. بول ووكر عمل عدد كثير كبير من الافلام، منهم 8 بيلو، منهم اكيد سلسله فاست اند فيوريوس، ومنهم اورز اللي بيحكي كان عن اعصار كاترينا اللي هو اخر فيلم له كان عم يصدر بصالات السينما، ومنهم اصالات السينما اللبنانيه. راح نتابع مع كمان عم نشوف كمان لبول ووكر فاست اند فيوريوس وايضا 8 بيلو اللي كان. انا حسب ما قريت شوي انه راح يجربوا بالفيلم هيدا يعني يعملوا بطريقه انه هو مش توفى، انه هو تقاعد او صح. يعني راح يجربوا هيك بطريقه سلسه. مظبوط، كمان ما الناس تنصدم فوق الصدمه انه كله سوا. هو هيدي هي، ما حبوا يلغوه ابدا من الشخصيه، يعني حبوا يخلوه ضمن
اطار السيناريو مثل ما كنت عم اقول لك غاده، لحتى العالم يضلهم معلقين كمان فيه لانه حبوه بهالشخصيه وتعودوا عليه بخلال هالسلسله. هون عم نشوف ايت بيلو كمان عن بول ووكر. رح نتابع مع نجوم ايضا رحلوا بسنه 2013 واللي هو الممثل دانيس فارينا. دانيس فارينا ممثل ما كان دائما يلعب ادوار يمكن بطوله، انما ادوار بالدور الاول اذا فينا نقول، انما كان دائما موجود بعدد كثير كبير من الافلام، ومنه الفيلم انا كثير بحبه اللي هو سيفينج برايفت راين. هالفيلم اللي اوصل عدد كثير كبير من النجوم الى النجوميه، ومنهم مات ديمون اللي كان بيلعب دور راين او البرايفت راين. والملفت كمان انه برايفت راين اللي هو مات ديمون بهيدا الفيلم بالتحديد كان وقتها عم بيحضر لافلام كثير، وكان بعده ما بده يكون كثير مشهور، انما ما كان حدا مقدر انه هالفيلم الرائع اللي هو سيفينج برايفت راين للمخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ راح يعرف المجاهدين عليه، وصار فجاه نجم اوفر نايت. دانيس فارينا بسيفينج برايفت راين مع توم هانكس ومجموعه كبيره من الممثلين، اكيد هالفيلم اللي هيك ترك انطباع كثير كبير بقلوبنا، وكمان كثير بحبه انا من الافلام المفضلين عندي سيفينج برايفت راين. وعمل ما هيك وعمل ميد نايت ران، عمل اوت اوف سايت، ورحل بعمر 69 سنه، وكان كثير معروف بدوره التلفزيوني كاب يعني ادواره الكابوليس كمان اذا فينا نقول اللي هو لو اند اوردر. راح نتابع مع جيمس جاندولفيني. جيمس جاندولفيني عرفوه كثير الناس بالادوار التلفزيونيه كمان، انما كان عنده بعض الادوار السينمائيه، انعرف كثير بدوره بدي سوبرانوس، كل الناس اللي بيحبوا هالمسلسل التلفزيوني الامريكي معودين على جيمس جاندولفيني، انما بادواره السينمائيه ما كان عنده كثير مشاركات كبيره قد غير ممثلين، انما ايضا لعب دور مشترك بقلب فيلم كان فيه كمان دانيس فارينا، يعني اثنيناتهم رحلوا العام الماضي واللي هو جيت شورتي مع مجموعه كبيره من النجوم، رح نشوف كمان مشاهد من جيت شورتي. جيت شورتي اللي ايضا تصور مع مجموعه كبيره من النجوم، وايضا ارخ اذا فينا نقول لرحيل هالشخصيتين اللي هن دانيس فارينا وايضا الممثل جيمس جاندولفيني. وجيمس جاندولفيني رحل بعمر ال 51 سنه، يعني كمان عمر كثير صغير للاسف، وكانت مفاجاه لكثير من الاشخاص، رحل بسكته قلبيه بايطاليا. رح نتابع مع نجمه اوقات واحد بيقول يمكن انه في اشخاص بتترك اسم وقت اللي بتفل، جون فونتين اللي هي من اطول الاشخاص اللي عمروا بتاريخ السينما الامريكيه مؤخرا، رحلت بعمر 96 سنه. جون فونتين كثير يمكن ما دغري بيلمع عندهم الاسم او بيقولوا مين هالشخص، انما هيدي هي جون فونتين، مثلت بعدد كثير كبير من الافلام، منهم ريبيكا، منهم سسبشن، وترشحت لعدد كثير كبير من الاوسكارات. يمكن هلا يعني الجيل الجديد يلي ما كثير بيعرفها بالنسبه لافلامها السابقه، مش هيك ما عم يلمع كثير الاسم. صحيح صحيح، يعني عملت افلام بالاربعينات وبالخمسينيات، بس شوي قبل يمكن جيل قبل معقول. وهي لما واحد انا اذا بقول لك هلا مين اختها، اختها هي الممثله اوليفيا دي هافيلاند. أوكي. وهي غيرت اسمها من بعد ما اخذت اسم الستبدات تبعها، ومن بعدها انطلق يعني اطلقت اكثر بعالم السينما لهالسبب. اوقات يمكن لما بتسمع اوليفيا دي هافيلاند بتتذكري اكثر الاسم، انما هي حبت تغير اسم عائلتها وتاخذ اسم عائله الستبدات تبعها لهالسبب، يعني ما انعرفت يمكن كثير بهذا الاسم الاول اللي هو اسم عائلتها الاساس اللي هو دي هافيلاند مثل اختها اوليفيا دي هافيلاند. رح نتابع ايضا مع السينما العربيه ونوصل للممثله زهره العلا. زهره العلا ايضا ما لعبت ادوار يمكن بطوله او ادوار بس اولى، انما لعبت الى جانب عدد كثير كبير من النجوم بالعالم العربي. زهرة العلا هون عم نشوفها بالوسادة الخالية، فيلم أنا كتير بحبه للصراحة، ورحلت عن عمر 80 سنة، عمل بسنة 57 هالفيلم إلى جانب النجم الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، وكانت وقتها بتلعب دور الزوجة اللي بيتزوجها بعدين وقتها عبد الحليم حافظ من بعد ما بيكون مغروم كل الوقت بلبنى عبد العزيز، وبيلاقي انه يمكن هي ممكن تكون حبه، وهون بيصير الصراع كمان الداخلي بحياته لعبد الحليم حافظ. فعلا كانت هيك دائما تلعب ادوار كثير حلوه، يعني ادوار الاخت، ادوار الصديقه الوفيه، ادوار الام، وانوجدت كثير بحياه عدد كثير كبير من النجوم، مثلت الى جانب احمد مظهر بفيلم رد قلبي وافلام عديده ومسلسلات تلفزيونيه عديده، وهي ايضا تركت بنتها وراها اللي هي كمان المخرجة منال الصيفي، لأنه بنتها بعدها لغاية اليوم عم بتمارس مهنة الإخراج،
وهذا الشيء كمان هيك بتشوفي اوقات كيف في كثير نجوم وفي كثير ممثلين كبار تركوا وراءهم، مش بس ممثلين انما ايضا مخرجين كفوا بنفس الاطار بنفس الحقل يعني هيك، لانه يعني قد ما قلنا في اشخاص بتتاثر بمسيره اهلهم او هيك مزبوط. حتى لو الاهل ما فرضوا، يعني انا هيدي قصه انه نفرض وما نفرض الى اخره، في منهم هن تلقائيا بيتاثروا وبيضلوا متابعين بنفس المجال. مزبوط. وانا بدي اقول كمان بعد وحيد، بعد زهره العلا في الممثل كمان وحيد سيف اللي انعرف كثير بادوار كوميديه عديده وكلنا كنا نحبه، وايضا ما كان يلعب ادوار بطوله، انما اوقات بتشوفي انه في كثير اشخاص فعلا بيكونوا مرافقين لعدد كثير كبير من النجوم وبيتركوا كمان هيك يمكن اسم بتاريخ السينما، لان بيكون دورهم مميز يعني. صحيح. هذا الشخص اللي كثير مهضوم او هذا الشخص اللي كثير حشره او هذا الشخص اللي عم بيساعد او يعني هدول اللي بياثروا عاده فينا كشخصيات يعني. صحيح صحيح. وغابت فتره طويله زهره العلا عن السينما لانه كانت مريضه، وحتى في كثير اوقات انعمل لها تكريمات ما قدرت تشارك فيهم لانه كانت مريضه، انما بالنهايه بعد صراع مع المرض رحلت بعمر 79 سنه. وحيد سيف ايضا رحل العام الماضي بعمر 74 سنه من بعد كمان صراع مع المرض، مع انه ضل يمثل لاواخر ايامه يعني كمان، ودائما كنا نشوفه بعدد من الافلام الكوميديه والافلام الدراميه كمان، دائما كان عنده هيك وجود محبب ومهضوم عند الجمهور. لعب الى جانب عادل امام ولبلبه بخلي بالك من جيرانك، لعب بوكاله البلح ب 82 مع ناديه الجندي، وعدد كثير كبير من الافلام يعني سلسله طويله، يعني زهره العلا مثلت باكثر من 100 فيلم، هو كمان باكثر من 100 فيلم انوجد وحيد سيف بالسينما المصريه. العام الماضي كمان شهد رحيل الشاعر احمد فؤاد نجم، وكنا مرقنا كمان هذيك السنه بخلال او بعد رحيله مباشره مشهد من الفاجومي وقتها، هو اللي هو بيمثل سيره حياته لاحمد فؤاد نجم. صح. واللي لعب دوره وقت خالد الصاوي بهذا الفيلم اللي جسد حياته. كنت عم بحكي قبل ما بلشنا الحلقه غاده عن رحيل زعماء انعمل عنهم افلام متى. وهذا الشيء صار مثل مع نيلسون مانديلا الزعيم الافريقي اللي قضى 27 سنه وراء القطبين وكتب هو سيره حياته اللي هي لونج ووك تو فريدم، وهالمره هالفيلم وصل الى صالات السينما، وحتى بلبنان تاجل كمان اصداره لهالفيلم، رح ينزل ان شاء الله بكره بصالات السينما. مع انه وقت رحيله كانت البريمير تبعيته بلندن بنفس النهار مع انهار رحيله لنيلسون مانديلا، وهذا الشيء كمان هيك كثير زعل من الناس. أكيد. صحيح. بقى مع انه انعملت كمان قصه عنه قبل ولعب دوره النجم الكبير الراحل سيدني بواتيه، انما مش الراحل لا، انما نيلسون مانديلا ترك انطباع كثير كبير بحياتنا، عاش لمده طويله خارج السجن، ومن بعد قدر يثبت قديش الشخص ممكن يكون حر، ممكن يكون عنده معتقدات كثير قويه، ممكن ياثر بحياه الناس حتى وراء القضبان، مش بس يعني خارج وكيف السجن. وكيف انه رجع واخذ محله وبقي يعني وبقي هالقد محبوب وبقي هالقد عنده تاثير بالناس، انه 27 سنه واحد بينسى. صحيح. اختفى هذا الانسان ويمكن ما يرجع لنا ولا بنهار، بصير يعني تلقائيا بصيروا بفتشوا على غيره، لا هو بقي قديش حتى يعني كان هالقد صادق وموجود معهم. وايضا ختاما من بعد الزعيم الافريقي نيلسون مانديلا اللي هو فيلمه مثل ما قلنا بكره رح ينزل بالصالات، فيلم جديد مانديلا لونج ووك تو فريدم المرتكز على كتاب سيره حياته مارغريت تاتشر اللي هي دي ايرون ليدي مثل ما سموها بلندن، واللي اعتبرت من اقوى السيدات والمراه الحديديه اللي حكمت بريطانيا بشكل كثير كبير وبشكل كثير قوي وبشكل كمان سلمي جدا، واعتبروا قديش فعلا السيده ممكن تقدر تثبت نفسها. دي ايرون ليدي كمان انعمل فيلم جسدت حياتها وقت ميريل ستريب واخذت عنه الاوسكار، وكمان زادته على لائحه الاوسكارات تبعتها ميريل ستريب وقتها. ما بقى عندها محل. صحيح صحيح. بقى من بعد ما عملنا هالجرد السريع جربت قد ما بقدر يعني اختصرهم، ايضا رحيل وديع صافي ارزه من ارزاتنا كمان العام الماضي، ورحيل الفنان بيير صادق كمان العام الماضي، كمان كلهم تركوا اثر كبير وبنقول لهم بنتحدى لكم بقلوبنا اكيد. فيلم حلو اللي اخترناه لكم اياه لليوم هو فيلم كمان حبيت هيك سلط الضوء عليه اذا فينا نقول شوي، رح نشوفه هلا مشاهد منه، عن جد حلو الفيلم. What's important enough to get you on a plane in the middle of the night? Captain's name is Ramius. He's taken out the lead boat in each new subclass for the last 10 years. The Russians call him Vilnius Nastavnik. A man with your responsibilities reading about the end of the world. There are now some 58 nuclear submarines headed at high speed into the Atlantic. He announced his intention to fire his missiles on the United States.
I think that Captain Mancuso has found the Red October. From the best-selling novel by Tom Clancy, from the director of Die Hard. Give this man a chance. My orders are specific. Battle stations. Sean Connery, Alec Baldwin, James Earl Jones, Scott Glenn, Sam Neill. The Hunt for Red October. فاذا كمان اخترت فيلم ذا هانت فور ريد اكتوبر من مخرج مش من كاتب رحل كمان العام الماضي اللي هو توم كلانسي، رحل بعمر 66 سنه وكتب عدد من الافلام كلها انعملت او معظمها انعملت بست سيلرز بالكتب وايضا انعملت بلوك باسترز بالسينما، واشتغل كثير مع هاريسون فورد بعدد من الافلام منهم ذا هانت فور ريد اكتوبر مع النجم الكبير شون كونري واليك بولدوين مثل ما شفنا مشاهد منه لهالفيلم انعمل بسنه 90، وايضا عمل كلير اند بيزنت دينجر، باتريوت جيمز و The Sum of All Fears. بقى حبيت هيك يمكن كمان نعمل له تحية لهالكاتب اللي وصل عدد من الأفلام إلى النجومية إذا فينا نقول. حلوين كثير، ميرسي لك غيدة. شكرا غيدة. متى رح نشوفك؟ رح تشوفوني الأسبوع الجاي لأنه الجمعة ما رح نكون على الهواء. إيه الجمعة ما رح نكون، خميس وجمعة ما رح نكون على الهواء وأيضا التنين المقبل. إنما هلا بعدنا على الهواء، رح ناخذ بريك صغير ونرجع لكم، فكونوا معنا.